وصلت الجزء من الكتاب هذا ما أقدر أوريه لأن هذا بيورطني. Love is just not in my plans. Can't keep my dick in my pants. My life is you and your mess. Can't keep my. السلام عليكم, معكم دايلر, مقطع جديد. خلونا نشوف نقدر نوصل للمقطع 200,000 لايك. والله وحشيني, وصار لي فترة ما جلست جلسة وتكلمت معاكم بمواضيع صارت معي بالفترة الأخيرة. ف يس, عموما مقطع اليوم مقطع كثير من اللي حولي ما يبغوني أنزله, بس دام هو شيء يعني لي أنا فراح أنزله anyways. خلال الفترة اللي كنت قاطع فيها وصارت لي الأمور اللي ما أتمناها لأي شخص أن تصير له, كنت شغال أدون حياتي, يعني أكتب إيش يصير في يومي, أكتب إيش أفكاري المستقبلية, كنت أكتب كل شيء. دايلر, ليش كنت أكتب كل هذه الأمور؟ وش السبب؟ دونت هذه المذكرات لأن كل ما فكرت أسوي شيء غلط أو أني حاس أني سويت شيء غلط أرجع أشوف هذه المذكرات وأشوف كيف كانت حياتي شوي مأساوية بذيك الفترة وأخذ بالي من تصرفاتي. ما توقعت أني راح أقدر أطلع ويكون معي هذه الأشياء, يكون معي هذه المذكرات باقي معي, لكني طلعت واحتفظت فيها وباقي معي, واليوم أبغى أشارككم هذا الشيء. ما أدري إيش راح أسمي المقطع, بس اليوم راح أوريكم مذكراتي اللي كتبتها يوم كنت يا أخي الكلمة ضيق الصدر, ما يوم كنت في المالديف. خلينا على المالديف أحسن, مالديف وأحسن. طبعا لو تشوفونا الحين كيف مثبت الكاميرا ومثبت الجوال عشان أصور لكم المذكرات وأصور لكم كل شيء. طبعا المذكرات كانت قطعة واحدة بس الله يهدي شربت الكلب حقي المرحوم, لعل شم ريحتي في المذكرات أول ما جيت وشوي تحمس وقطعها. بس عموما الورق تمام, بس هو الغلاف مطشر, فالحين الورق مطشر فما أدري وش البداية وش النهاية, بس عموما بوريكم كل شيء. كل صراحة ما بوريكم كل شيء لأن في أشياء مرة خاصة ما أقدر أوريكم إياها, بس بشارك معكم أكثر شيء أقدر أشاركه يعني. عموما أتوقع في هذه الورقة أنا كنت أسجل الأيام, لما حسبت أن الأيام راح تكون 20 يوم أو ما أدري 30 يوم بالكثير ويكون الموضوع خالص, بس يا كان الموضوع أكثر من كذا. ف يب, هذا أتوقع كان الغلاف. هنا يا جماعة شيء يضحك, ما كان عندنا هذا حاسبة طبعا, فأنا كنت أحسب لكل الناس مصاريفهم بهذه الطريقة الغبية. عموما يا في صفحات كثير فيها أرقام, طبيعي ما عندي جوال فأسجل أرقام بالدفتر, فلازم أتأكد أن الأرقام ما تبين لكم. هنا يا جماعة كنت أسجل كل الميتنج ريتس والحفلات اللي سويتها عشان ما أنساها, ما أدري ليش سويت كذا, كنت فاضي فسجلت كل شيء. يب, كل الشركات اللي اشتغلت معها, يب أرقام كم عندي مشتركين كم, عشان ما أنسى. هنا عندي رسمة بسيطة, البيت كاتب فيها وي أوت لأن كنت أتوقع هذا التاريخ اللي بكون فيه راجع للبيت, بس ما كان الموضوع كذا. ف كتبت سايك سايك, يعني ما أدري كيف أترجمها بالعربي, بس سايك يعني زي التهويشة, هو شولي. كاتب فيها things I want in life, أشياء أنا أبغاها في حياتي, to be happy وأكون مستقر في بيتي, to make right choices أتخذ القرارات الصحيحة, to be close to God أني أكون قريب لرب العالمين والحمد لله, to make everyone proud أن أخلي كل الناس فخورين فيني, trillionaire family اللي هم الناس القريبين لي أصحابي, to be financially stable أني أكون مرتاح ماديا والحمد لله مرتاح ماديا, لأني مديون ولا أني الحمد لله. طبعا هنا كاتب أني أكون سعيد مع شخص معين بس شخطته لأن ما حد يبقى لحد صاحبي. هنا خطاب كتبته لي أنا في المستقبل, يعني خطاب أقراه بعد كم سنة وأشوف المكان اللي أنا كنت فيه في حياتي وأشوف أنا وين. فكتبت فيه Dear me, يعني عزيزي أنا. الخطاب مرة طويل يا جماعة. عموما أول صفحة هي زبدة الموضوع, كنت شوي زعلان وبنفس الوقت كنت أقول الحمد لله اللي صار هذا, رب العالمين يبعد المصايب اللي أنا كنت طايح فيها من حياتي, وإنه اختبار والحمد لله. زي ما انتم شايفين هنا فعليا بديت أعد الأيام, شهر 3 شهر 4 شهر 5 شهر 6
شهر 7 8 9 10 11. في أشياء كثير مشخوطة، كمثال يوم ميلاد شخص كنت أعزه مرة كثير في حياتي، زي ما أنتم شايفين واضح كنت معصب مرة، شخطت اليوم قوة. تاريخ 24 أكتوبر، كاتب I became single، صنقلت، الفيلم حقي نزل ومو بقادر إني أشوفه. وغير كذا بكرة عندي يوم مهم أتمنى فيه الخير، الفترة اللي راحت كانت شوي صعبة، قاعد أقول حق نفسي كذا. هنا كاتب أنا جالس في الأرض مليانة دموع، I just wanna be alone، أبغى أكون لحالي. If I'm crying don't ask me why I'm crying، إذا أنا قاعد أصيح لا تسألني ليش قاعد أصيح. إجماع الفترة ذيك كانت فترة خايسة، مرة فترة خايسة، خصوصا أكتوبر. أنا أقصد ما أتكلم عن الموضوع بالكامل، أنا أتكلم عن أكتوبر، كانت والله لعيتها جدة. لا أوصيكي أحباب قلبي بين راضيكي، ما أدري ما أدري. طبعا هنا أنا كنت الكهربائي حق المكان، كنت أخذ ترددات MBC ومدري إيش وضبط لهم التلفزيون، وعاش دايلر عاش دايلر عاش دايلر. أنا بذيك الفترة صرت كل شيء، كهربائي، سباك، رجل حديد، لاعب كرة سلة، كرة قدم، فعليا مدرسة الحياة. ما أقول لك يعني خذ لك جولة فيها، بس إنه تعلمت أشياء كثير. هنا كنت أسجل تماريني، يوم الأحد ألعب شولدر، يوم الاثنين باي تراي، يوم الثلاثاء تشست، وإلى ذلك. ما بقول لكم الجدول. أوكي هنا عندي رسمة، لا أحد يركز بالكلام اللي ورا، كان شوي زعلان شو نسوي يا جماعة. عندي أشياء مرة كثير، الفيديو هذا وردي صار الحين 26 دقيقة. هنا عندنا دفتر ثاني، كتيب صغير أنا مسويه، علموني الفلبينيين كيف أسويه، من غلاف حق بلاستيكة موية، شيء عظيم. هنا مقولة حلوة شفتها في كتاب، قطعتها ولصقتها في الدفتر، كاتب It moves on، يعني الحياة ما بتوقف على هذا الشيء، يعني فترة وتعدي. Stay strong I'm coming home، One man can change the world، لازم انك تأمن ان لو انت لحالك بس لحالك يمديك تغير اشياء كثير في الدنيا. هنا في ارقام تحت بغطيها، على اليمين مدري على اليسار عندكم ما ادري، هذه الايام قاعد اشخط، اللي على اليسار جدول مهام انه لما اطلع، فيديو كليب فاضي سجلته ونزل، وحقين الكي بوب استلموني قالوا اني انا صارق لحن من BTS، والمشكلة يعرفون وكل الناس تعرف اني انا ما اسمع كي بوب، احترم هذا الشيء بس ما اسمع. Day at the beach، اني اروح البحر، ورحت البحر صورت لا احكي لك، احجز فيلا على البحر حجزت والحمد لله، اتخلص من الناس الفيك في حياتي الحمد لله تخلصت منهم كلهم. الشغل فوق كل شيء، فوق اي احد، الشغل لأهلك لأهلك. هنا كان في رسمة بس انقطعت، الرسمة فيها انا وعدة اشخاص قاعد ناكل ذبيحة لان قضيت العيد هناك، عيدت معهم وعزمت ناس كثير على ذبيحة، كان سعرها تقريبا 500 درهم. هنا انا كاتب صور ما ابغى اشوفها مرة ثانية في حياتي، وبغطي الصور اللي على اليسار لان ما ابغى مشاكل، خاف شيء يسبب مشاكل. وصلت الجزء من الكتاب هذا ما اقدر اوريه لان هذا بيورطني. ما بيورطني، هي الحقيقة، فهمتم الحقيقة بهاي الصفحات من الكتاب. بس هذا كانت كتيب الصغير. اوكي هذا دفتر ثاني، اتوقع انه بس اغاني، يب بس اغاني. هذا دفتر ثالث، لا احد يستغرب ليش دفاتر مرة كثير، انا جلست سنة. هذه الورقة تخرب بيوت ناس كثير. هذا الدفتر كنت سوي فيه واجبات الجامعة، كنت أذاكر هناك وأعطي واجباتي أسبوعياً. ياب شوفوا الترتيب وشوفوا يعني كنت منتظم بدراستي هناك. فبنرجع إن شاء الله، نرجع للجامعة. هذه الأوراق ما أدري إذا طالع عندكم كثير ولا لا، بس هي كثير فعلياً لأن ورق نحيف. بالفترة اللي قضيتها أنا كنت بنفس الوقت أكتب الفيلم اللي أبغى أسويه،
فكتبت الحوارات وكتبت كل شيء، فهذا اللي راح نشتغل عليه. هو جاهز بس الحين قيد التعديل، عشان اكيد انا ماني كاتب، بس انا قاعد اكتب القصه من طرفي، فتوصل عند الكاتب والكاتب يعدل عليها يحسنها. وبس يا جماعه كذا يكون وصلنا نهايه مقطع اليوم، وريتكم كل شيء. في اشياء ثانيه ما وريتكم اياها، ما اقدر اتكلم عنها او اوريها الحين لاسباب كثيره ما اقدر اصرح عنها. اتمنى ان اعجبكم مقطع اليوم، اسف على القطعه ثاني مره، بس مو مره متحمس على اليوتيوب نفس اول، بس والله اني قاعد احاول لان ادري انكم تبغون تشوفون دي المقاطع، فان شاء الله ارجع وارجع اقوى من قبل. عموما قبل لا انهي الفيديو بقول لكم حاجه واحده، مهما كنت في موقع، مهما كنت في فتره من حياتك تكون صعبه او ان ما يمديك تسوي شيء، ما انت قابل انك تسوي شيء، يمديك تسوي شيء من ولا شيء صدقني. واللي وريتك اياه هو اكبر مثال. دقيقه خلنا اقفل التليفون. كانت فتره جدا صعبه، بعيدا عن بلدي، بعيدا عن اهلي، بعيدا عن احبابي، بنفس الوقت فتره خسرت فيها ناس اعزهم كثير، لاني شفت معدنهم. يعني اشياء مره كثير كانت تصير بنفس الوقت، يعني ما اتوقع في شخص عمره 18 سنه راح يتحمل اللي جاني بعمر 18 سنة. لو تفهمون جانبي من القصة قبل لا تسمعون الإعلام يمكن تفهموني أكثر، يمكن أفهم الناس عندها وجهة نظر. ما خلوا وجهة نظر الناس نفس ما هي، صراحة أنا تعبت وأنا أشرح. عموما كل شيء راح يبان، كل شيء راح يبان ومرة قريب، مرة قريب، عشان كذا أنا قررت أصور مقطع اليوم. بكون مرتاح أكثر من ناحية كل شيء. الحين أنا مالي نفسي أصور مقاطع يوتيوب لأن أخاف من أي شيء حولي، أخاف. فيب في أشياء كثير ما تكلمت لكم عنها ولا بالسناب تكلمت عنها، لأن أشياء شوي خاصة فيني زيادة عن اللزوم، ما أدري كيف شوي وزيادة عن ما أدري. عموما أنتوا فهمتوني ولا تدرون شلون بقول لكم، بس ما أبغاكم تأخذون الموضوع هذا كشيء زعل، لاني ماني بزعلان على هذا الموضوع. يمكن علاجه صعب، بس قاعد اشتغل، يعني قاعد امشي عليه. حاليا قاعد اخذ ثيرابي سيشنز. الثيرابي سيشنز يعني جلسات علاج نفسي. الحمد لله ما فيني الا العافيه. الحمد لله ما فيني الا العافيه، بس عشان اتعالج من الصدمه اللي جتني ذيك الفتره. توقعت اني يعني توقعت لما الموضوع خلص كل شيء طبيعي وكل شيء تمام، بس يمكن الفترة اللي طلعت فيها كنت شوي مرة متحمس، أنا ما أدري كيف شوي ومرة. عموما ترى مرة صعب أني أتكلم معكم الحين وغاصب نفسي أني قاعد أتكلم، فبعد شهر شهرين ثلاثة من يوم ما خلص الموضوع وشفتوني بدأت الأمور تدحور، هي الكلمة تدحور، ما أدري تدهور، ما أدري كيف جبت الحاء من ما أدري. فيا بدأت الأمور تدهور، يعني أحس أني دائما ضايق، أحس أن كيف الحياة تغيرت، كيف الناس اللي حولي تغيروا، ما صار عندي أصحاب أصور معهم مقاطع يوتيوب، كل ما صاحبت واحد أو أني أحاول أصاحب واحد يطلع أخيس من الثاني. شيء صعب. عموما الحمد لله والف الحمد لله، عايش مرتاح، وانتم دائما واقفين معاي بالحلو والمر، وبس الف الحمد لله. ما ادري ليش حسيت ان هذا اصعب مقطع يوتيوب صورته في حياتي، ما ادري ليش. عموما اتمنى ان عجبكم مقطع اليوم، مقطع جديد كل سبت اثنين وخميس الساعه 6 المغرب توقيت السعوديه. هالاسبوع بكون مشغول اصور فيديو كليب لاغنيه جديده، ما بقول لكم اي واحدة، انتم يعني اللي تابعني يعرف الاغاني اللي جاية بالطريق، بس ما بقول لكم اي واحدة. عموما هذا كان مقطع اليوم، اتمنى ان اعجبكم، لا تنسون اللايك والسبسكرايب والشير. كان معكم دايلر عبد العزيز، سلام.